نهيان إلى مطار جدة في استقباله الآن كما نتابع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يستقبل ضيف المملكة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كأول زيارة للشيخ محمد إلى المملكة بعد توليه مقاليد الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. مصافحة وعناق بين ولي العهد والشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق للشيخ محمد الذي يشارك معه في هذه القمة، قمة جدة للأمن والتنمية، التئاما للعقد الخليجي والعربي الذي يجتمع اليوم في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور المنطقة وتحديدا يزور المملكة العربية السعودية على مدى يومين. زيارة بدأت بالأمس باجتماعات مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتستكمل اليوم هذه الاجتماعات وهذه القمة الخليجية.